بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تكروفيكسر. إذن اليوم إخواني في الله، هذا كما ترون سيرفور أو موقع حلب تك. يمكنكم تفعيل بعض الأدوات هنا مثل البوكسات والدونجلات، يمكنكم تفعيلهم عن طريق هذا السيرفر، كما يمكنكم مثلا هنا عن طريق هذه الخاصية الإيمي ريموت سيرفر. هنا يمكنك مثلا فتح الاي كلود او بعض الخدمات. هناك العديد من الخدمات في هذا السيرفر، وصراحة سيرفر والفريق الذي يقوم عليه فهو فريق جيد جدا، والجميل في ذلك فانه يدعم اللغة العربية. يمكنكم التواصل عن طريق اللغة العربية معهم. كما هنا في هذه سيرفر كارد جيم يمكنك تفعيل البوكسات والدونجلات. اليوم سوف أقوم بشرح طريقة إضافة المال أو إرسال المال إليهم من أجل تفعيله هنا، وذلك من أجل تفعيل مثلا الدونجلات. أنا أريد تفعيل دونجل البورنيو. سوف أشرح لكم طريقة إضافة النقود وكذلك طريقة تفعيل البورنيو عن طريق هذا السيرفر. مثلا تستطيع تفعيل الأدوات، فهناك العديد من الأدوات هنا، البوكسات والدونجلات. مثلا إنلوك طول كما ترون، ها هي نكتب إنلوك طول. هذه الأداة الغنية أو المعنية عن التعريف، سوف أكتب إنلوك طول. نعم ما هي. إذن كما ترون فبالنسبة لـ 12 شهرا و 3 أشهر و 6 أشهر، وهذا هو المبلغ الخاص أو المبلغ الذي يمكنك أو تفعيل هذه الأداة عن طريق هذا الموقع. كما يمكنك البحث مثلا بورنيو. نعم هذا هو البورنيو كما ترون هنا، فما عليك سوى اختيار الأداة التي تريد، تقوم بالضغط عليها مثلا كما رأيت هنا، تختار عدد، ثم هنا تقوم ب مثلا عمل place order. دونك اليوم سوف أشرح طريقة إضافة النقود. دونك سوف أذهب إلى هنا، ثم نضغط على add fund، ومن هنا نختار الكمية. يعني هنا سوف أقوم بإرسال 40 دولار. سوف أختار هنا البنك فيزا ماستر كارد، ثم أقوم بالضغط على نيكست. نعم إذن الآن سوف أقوم بالنزول قليلا، ثم نقوم بالضغط. يقول لنا بأن يجب علينا التواصل عن طريق التليجرام. أقوم بالذهاب إلى التليجرام هنا، وكما ترون لقد قمت بإرسال السلام عليكم إخواني الكرام، أريد عمل أكتيفاسيون. قالوا بأن أجابوني هنا، وهنا قلت لهم بأنني يجب أن أقوم بتحويل بعض المال إلى السيرفر. كما ترون لقد أرسلوا لي هذه اللينكات كما ترون هنا. يمكن إرسال المال عن طريق هذا اللينك مثلا، سوف أقوم بالضغط عليه. نعم كما ترون فهو لينك حلب تك هنا. كما يمكنني عمل كليك على الرابط هنا كما ترون، فهو يرسلني إلى نفس المكان، سيل مانجر سيرفر، يعني نفس المكان. هنا سأختار ماستر كارد راك، ثم هنا أضع 40 دولار، وهنا اسم الخاص بي. إذن سوف أقوم بالضغط على سابميت. هنا بعض المعلومات الخاصة بي سوف أقوم بإدخالها. سوف أقوم بحجب هذه المعلومات. كما ترون هنا first name، الاسم الأول والثاني، والإيميل والهاتف، ثم الأدرس الخاصة بكم، بمن يريد إضافة هذا المال. سأختار المغرب، مروكو. نعم ثم هنا المعلومات كاملة، ثم سابميت.
الآن سوف أقوم بكتابة هنا بعض المعلومات الخاصة بالماستر كارد الخاصة بي. الاسم الخاص، الاسم اسمي الخاص، ثم رقم الماستر كارد، ثم هنا لادات ليميت، وهنا كود دو سيكوريتي. الآن أقوم بدفع، ضغط على دفع، وسأنتظر حتى يصلني الكود من أجل إتمام عملية الدفع. كما ترون هنا سيقومون بإرسال الكود. نعم لقد وصلني الكود. سوف أقوم بإدخال رقم الكود المرسل، ثم أعمل validate. سيقومون باقتطاع. الآن سوف أقوم بعمل أو عمل صورة لهذا البيمنت. ننتظر حتى تتم، حتى يكتمل. نعم لقد تم تحويل الأموال. الآن سوف أقوم بعمل صورة لهذا البيمنت، وسوف أقوم بإرسالها عن طريق تيليجرام. بارتاج. سوف أرسل لهم هذه الصورة من أجل أن يضيفوا لي هذا المبلغ. إذن كما ترون هنا لقد قمت بإرسال الروسي هنا، والآن سوف أقول لهم، سوف أكتب لهم بأنني قمت بإرسال المال من أجل أن يضيفوه، يقوموا بإضافة النقود في السيرفر. سوف أنتظر قليلا. إذن كما ترون لقد أرسلت لهم الصورة هنا، ثم أرسلت لهم اليوزر نيم والإيميل الخاص بي وميساج هنا لقد قمت بالتحويل، وسأنتظر حتى يقومون بالإجابة علي. إذن كما ترون بعد أن انتظرت بعد الوقت قد تم، لقد قاموا بإرسال لي هنا بأنه قد تم، وعندما ذهبت إلى السيرفر وجدت النقود لقد تم إضافة الأموال إلى السيرفر. نعم إذن هذه الطريقة التي يمكنكم إضافة الأموال إلى حلبتك. الآن في الفيديو القادم إن شاء الله سوف أريكم الطريقة كيف يمكنكم تفعيل الأدوات عن طريق سيرفر حلبتك. إذن هذا كل شيء بالنسبة للفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.